يا خدم اطلعوا برا كلكم، ما ودي اشوف ولا واحد منكم. اسمعوا يا عيال، ترى انا يوسف. يوسف؟ انت يوسف؟ ايه يوسف، ودي انشدكم. هو ابوي الهساع. طيب تعالوا عندي، قربوا قربوا، جاي. لا تخافوا لا تخافوا، قرب. واستغربوا لأنهم لقوا حالهم قدام يوسف اللي فكروا أنهم ما هم رايحين يشوفونه من مرة، وظلوا خايفين كثير. هو صوت البكا هذا؟ بكا سيدنا يوسف؟ علامه وش اللي جاه؟ ودي أقول هذا الخبر للناس بقصر فرعون. أنا أخوكم يوسف، يوسف اللي بعتوه للتجار. لا تندمون على اللي سويتوه معي يوم إنكم بعتوه. الله سبحانه وتعالى هو اللي وداني لهالمجهان مشان يحافظ على حياة الناس، لأن المجاعة صارت له سنتين بهالبلاد، وبعد فيه 5 سنين لا نحرث الأرض ولا نحصدها. والله سبحانه وتعالى وداني مشان يفك حياتكم بهالطريقة العجيبة انتم وعيالكم، ويزود عجبكم جيل ورا جيل. وبهالسالفة هذه انتم ما وديتوني هان، الله سبحانه وتعالى هو اللي وداني وجابني هالمكان هذا. والله سبحانه وتعالى خلاني يصير اكبر مستشار عند فرعون وكبير على كل قصره، وخلى السلطة بيدي على كل أرض مصر.